الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الإيمان ليس له وقوف، إما في الزيادة وإما في النقصان. الإيمان يزداد بالطاعة حتى يدخل صاحبه الجنة، وينقص بالمعاصي حتى يدخل صاحبه النار. وميدان الفكر واسع، الله أعطانا العقول للاعتبار والتذكر. ذكر القرآن الكريم عبادتين يزداد بهما الإيمان في أواخر سورة آل عمران. قال ربنا جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ما هي النتيجة؟ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. هذه هي الثمرة، ثمرة الفكر مع الذكر يأتي بها زيادة الإيمان، معرفة قدرة الله وعظمة الله وكبرياء الله، فيزداد المؤمن إيماناً. الله تبارك وتعالى جعل ميدان الفكر واسع زماناً ومكاناً، فيما مضى وفيما نحن فيه وفيما نستقبله وما سنذهب إليه. كل هذه ميادين للفكر، لأن الفكر والعقل من أكبر نعم الله على الإنسان. أحد الصالحين يقول: كلما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء رأيت لله فيه آية ولي فيه عبرة. كلما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء رأيت لله فيه آية ولي فيه عبرة. إذا قرأت القرآن فمررت على آيات الطوفان، هل تتخيل هذا الموقف؟ أن الأرض قد ابتلعت، الماء قد ابتلع حتى الجبال، رؤوس الجبال أصبحت تحت الماء، وما عاد على وجه الأرض يابسة. وإنما الذي نجا من كان مع نوح في السفينة. أي ماء هذا حتى يعلو وجه الأرض؟ وابن نوح يقول لأبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. كيف كان الجواب؟ قال له: لا عاصم اليوم من الماء، ولا لا عاصم اليوم من أمر الله. لا الجبل هينفع ولا طيارة هتنفع ولا شيء، لأن أمر الله قد جاء. والسماء وما يعلو الأرض ليس معناها أمطار معدودة لا يعلم مداها إلا الله. هل تخيلت الماء وقت الطوفان؟ وإلى الآن بعض الدراسات تذكر أن هناك مدن كاملة، بل قارات صغيرة زي أطلانتس، قد ابتلعتها البحار وأصبحت أثراً بعد عين. هذه المدن كان يعيش فيها ناس، كان فيها اقتصاد وبيع وشراء وزواج وحب وبغض وكر ومكسب وخسارة، أصبحت تحت الماء. أين أهلها؟ أصبحت تاريخاً وأصبحت أثراً بعد عين. وهناك بعض المدن مؤهل مع ارتفاع درجات الحرارة أن تصبح كلها تحت الماء فتصبح أثراً بعد عين. كم في هذا الوجود من أسرار؟ مثلث برمودا إلى الآن لغز، ثعابين البحر التي تعيش في المحيطات، أماكن مختلفة وبعيدة، إلى الآن السر غير معروف. في وقت محدد تأتي الأمهات من كل المحيطات، وهي تقطع آلاف الأميال في قاع المحيطات والبحار في ظلام دامس، حتى تأتي كلها فتجتمع في وقت محدد عند مثلث برمودا، ثعابين البحر. ثعابين البحر تضع صغرها والأمهات تموت هناك، يعني هي رايحة لحتفها تعلم أنها تذهب إلى موتها، تموت هناك. والصغار حينما يخرجون كل صغير يرجع إلى المكان في المحيط الذي جاءت منه أمه. من الذي هدى هذا لهذا؟ لما تقرأ: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
تشعر إلى عظمة قدرة الله جل وعلا، فيزداد الإنسان إيماناً بقدرة هذا العليم الخبير الذي يدبر أموره بحكمة. تنظر إلى الواقع، كم من أناس كانوا أعزة فأصبحوا أذلة، كم من أغنياء صاروا فقراء ويعانون من قلة ذات اليد. زوجة العزيز بعدما امتد الزمن أصابها الفقر والمرض، فرأت يوسف عليه السلام يمشي في موكب والناس حوله يحبونه ويجلونه أبها، فقد أصبح على خزائن الأرض. ودي من معجزات القرآن الكريم، لأن يوسف ما قالش للعزيز اجعلني على خزائن مصر، قال له اجعلني على خزائن الأرض. وهذه مسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، أن مصر فيها خزائن الأرض حقا، حتى الرمل اللي فيها تقل ذهب. يوجد بعض الكريستالز موجودة في سيناء وموجودة في الصحراء الغربية، نوعية فريدة من نوعية الرمال، تستورد أو تباع عفوا وتصدر لبعض البلاد، تستعمل في صنع الشرائح اللي بتستعمل في الموبايلات. بيأخذوا هذه الكريستال النوعية الفريدة التي لا يوجد مثلها على وجه الأرض، موجودة في أهل مصر، حتى الرمل بتاعها غالي وله ثمن. قال اجعلني على خزائن الأرض. لما رأت يوسف عليه السلام قالت هذه الكلمة، قالت سبحان من جعل الملوك عبيدا، سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته، سبحان من أذل الملوك فجعلهم عبيدا بمعصيته، وسبحان من أعز العبيد فجعلهم ملوكا بطاعته. مش يوسف كان عبد يباع ويشترى؟ قال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه، وهي أين كانت؟ سيدة القصر، أصبحت ذليلة وهو أصبح عزيزا. فقالت هذه الكلمة، سبحان من أعز العبيد فجعلهم ملوكا بطاعته، وسبحان من أذل الملوك فجعلهم عبيدا بمعصيته. لما تنظر في الفكر، الله سبحانه وتعالى ذكر سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ليه نبعد بعيد؟ خليك في نفسك. الإنسان رب العزة أراد أن يعلمه قيمة الأكسجين، شمة الهواء، جنى الوباء بتاع كورونا ده، بقى الأكسجين يشترى ويباع وتمنه غالي، بيدور على شمة أكسجين وهو طول عمره بياخدها ببلاش، يأخذها مجانا، أصبح صدره ضيق يريد شمة هواء، شمة أكسجين يتحط في اسطوانات ويتباع. هنا السؤال، ربنا لو أراد يركع الناس كلها يخلي الأكسجين في الأرض طوله شبر واحد بس لو أراد يركع الناس كلها هيخلي الأكسجين على وجه الأرض طوله متر، يبقى اللي عايز ياخد شمة أكسجين يعمل إيه؟ انزل، ما يعرفش يمشي كده كتير ورأسه مرفوعة، انزل عشان تاخد شمة هواء وبعدين يرجع تاني شمة. وده اللي هيحصل يوم القيامة من علامات الساعة الكبرى، وهذه التي يشيب لها الولدان، وذكرت في القرآن الكريم، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. كلما أقف على هذه الآيات والله أشعر بالاختناق، ألم. ليه؟ في التفسير أن هذا الدخان من علامات الساعة الكبرى العشرة، سيأتي بقدرة الله على وجه الأرض كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام يشرح فيه ويفسره، قال يرتفع فوق رؤوس الناس شبرا. تخيل لو الدخان ده إلى السماء الدنيا بقى، مش لحد الغلاف الجوي ولا لا، ده ركبت طيارة، ركبت صاروخ، رحت يمين شمال أي مكان على وجه الأرض كل دخان فوق رؤوس الناس شبرا. يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول، لأن الصحابة خافوا، قال يأخذ المؤمن مثل الزكمة، كأن عنده زكام، وأما الكافر فيشوي منه رأسه كالرأس الحنيذ. عارفين رأس الخروف أو رأس العجل لما يشوى، رأس الكافر سيشوى من هذا الدخان كأنه رأس مشوي حنيذ، وهذا من شدة العذاب والألم. لما ننظر في أنفسنا، رب العزة جعل لنا رئتين بتتحرك بعضلات لا إرادية،
حركة ديناميكية، وانت نايم وانت بتاكل وانت قاعد. الموجود الفصوص الموجودة في الرئتين 700 مليون حوصلة هوائية لتنقية الهواء، في زفير وفي شهيق. زفير لإخراج الغاز السام، والشهيق لأخذ الغاز النقي الأكسجين. وبعدين في دورة دموية صغرى بين القلب وبين الرئتين، القلب يبعث الدم للرئتين للتنقية. ودي الدورة أول من اكتشفها العالم العربي ابن النفيس، لأن دي غير الدورة الدموية الكبرى. الدورة الدموية الصغرى الأول يجي الدم من القلب على الرئة، يحصل عملية تبادل الغازات. بعد ما الدم ينقى ويحمل الأكسجين المهم لعملية الحرق في الخلايا، يرجعه للقلب، والقلب يضخ دي بقى الدورة الدموية الكبرى لكل الشعيرات والأوردة الموجودة في الجسم. قال العلماء شرايين لو فردت طولها 100,000 كيلو متر. ايه البمب ده؟ ايه الطرمبة دي؟ وهو قد قبضة اليد، يضخ الدماء لمدة 60-70-80-90 سنة بلا توقف ليلا ونهارا في شرايين طولها 100,000 كيلو متر. لا تملك إلا أن تقول فتبارك الله أحسن الخالقين. عالم من العلماء ألماني اسمه تشيني، ده شغله كله على علم اسمه الأناتومي، علم التشريح. وكان شغال الراجل على المفاصل الموجودة بجسم الإنسان. إلى سنة 2006 المعلومات الموجودة إن عدد المفاصل الموجودة بجسم الإنسان بأسمائها بمواضعها فقط 340 بس. مع استمرار الأبحاث سنة 2006 اكتشف أنه يوجد في الجانب الأيمن من الدماغ 10 مفاصل مركبة إلى مفاصل صغيرة، وناحية الشمال يوجد 10 مفاصل أخرى مركبة إلى مفاصل صغيرة. يبقى 10 و10 يبقوا كام؟ 20 مع 340 يبقوا كام؟ 360. قالوا له والله الكلام ده عندنا في ديننا. هذا في دينكم؟ قالوا نعم. روى الإمام أحمد وأبو داود عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق الإنسان على 360 مفصلا. قال هذا في دينكم؟ فبدأ يعاتب المسلمين. كم من العلوم فيه؟ ويجي يقول لك بعدين السنة ملهاش لازمة. ما هو أبو جهل مش في زمن واحد، كم من إنسان حشي جهلا وبيسموه مفكر وهو مهرج لا يدري إعراب جملة واحدة من اللغة العربية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إعجاز علمي ليس في هذا الحديث فقط، بما يدل على أنه لا ينطق عن الهوى، والسنة محفوظة بحفظ الله تعالى. ولو لم يأتي أحد في زمن من الأزمنة يشكك فيها، طب كيف كنا نفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول ليأتين رجل متكئ على أريكته يقول ما جاءنا في كتابه أخذ كات كتاب الله أخذنا به، وما لم يأتي في كتاب الله لم نأخذ به، ألا وإنني نصوصا بيقول قد أوتيت الكتاب ومثله معه. اللي عايزين القرآن بس. طيب والسنة المحفوظة بحفظ الله لأنها الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما ربنا يقول لي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أقول له لا يا رب الآية دي معطلة ما اعترفش بيها، كلامك بس لا 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 أخذ به. لما رب العزة قال لنا أقيموا الصلاة إزاي نصلي؟ ولا آية في القرآن قالت إزاي نصلي. طب مين اللي علمنا؟ لتبين لهم ما نزل إليهم. وإلا إيه وظيفته؟ هو الذي علمنا الصبح ركعتين وكيفية الصلاة. كم من التشريعات جاءت عن طريق السنة. لذلك الجهل إذا زاد في الأمة يصبح الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أمرا مجهولا. ميادين الفكر واسعة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أولي الألباب الذين يعتبرون بما تقع عليه أعينهم وبما يمر علينا في حياتنا من مواقف في حياة الناس لا نمر عليها مرور الغافلين، بل نمر عليها مرور الكرام المتفكرين المعتبرين. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.